غادي نقدم لكم الدرس ديال جمع الاعداد العشريه صفحه 103. وهذا الدرس مازال زعما شويه بعيد، ولكن غادي نقدمه لكم دابا لانه مهم. غادي نتبع معايا جمع الاعداد العشريه. مثلا عندي عددين عشريين 14.65 زائد 7.32، غنقوم بالجمع ديالهم. اذا غنحط العدد الاول نكتبه عادي 14.65، ومنين نبغي نكتب العدد الثاني غندير الفاصله هي الاولى من تحت الفاصله، ومن بعد ما نكتب الفاصله من تحت الفاصله كنكتب اللي الجزء الصحيح من تحت الصحيح والجزء العشري من تحت العشري. يعني رقم الوحدات غنكتب من تحت منه رقم الوحدات، ولا كان عندي رقم العشرات غنكتب من تحت منه رقم العشرات. الاعشار من تحت الاعشار، واجزاء المئه من تحت اجزاء المئه. وغنقوم بالعمليه بطريقه عاديه كما تولفناها دائما. 5 زائد 2 7، و6 زائد 3 9. ملي نوصل للفاصله غنكتب الفاصله، و4 زائد 7 11، اكتب الواحد واحتفظ بالواحد، و1 زائد 1 2 بكل سهوله. ثانيا، يعني العمليه الثانيه 237.68، هذه ما كانش فيها الصفر، زائد 15.234. هنا ملي كيكون عندي عددين عشريين كنشوف شحال عندي من رقم بعد الفاصله في هذا، شحال عندي من رقم بعد الفاصله في هذا. اذا كان هذا فيه 3 وهذا فيه 2، شنو درت؟ انا زدت الصفر باش يكون عندي 3 هنا و 3 هنا، باش منين نوضع العمليه ما يوقعليش مشكل. اذا حط كتبت العدد الاول 237.680، وضعت الفاصله من تحت الفاصله، الجزء الصحيح من تحت الصحيح، والعشاري من تحت العشاري، الوحدات من تحت الوحدات، العشرات من تحت العشرات، اجزاء المئه من تحت رقم الاعشار من تحت الاعشار، اجزاء المئه تحت اجزاء المئه، واجزاء الالف من تحت اجزاء الالف. هذا الصفر زدناه صفر زائد، ما عنده حتى شي قيمه. اذا 0 زائد 4 4، 8 زائد 3 11، اكتب الواحد واحتفظ بالواحد، 6 زائد 4 11، والواحد 11، اكتب الواحد واحتفظ بالواحد عادي. ملي كنوصل للفاصله كنكتبها. 7 زائد 5 12، والواحد 13، اكتبوا 3 واحتفظوا بالواحد، 3 زائد 1 4، والواحد 5، و2 زائد لا شيء 2. هنا ملي كيكون عندي عدد صحيح زائد عدد عشري شنو كندير في هذه الحاله؟ هذا العدد العشري كنزيد له الفاصله وكنزيد له الاصفار. شحال ما عندي الاصفار الارقام بعد الفاصله كنزيدهم اصفار، بعد ما عندي رقمين نزيد صفرين. وباش هنا غيجيني ساهل انني نوضع العمليه عندهم، هنزل الاصفار قدامكم باش يبان. اذا ملي كيكون عندي عدد صحيح كندير له الفاصله وكنزيدو الاصفار باش يجيني ساهل باش نحطو باش نحط من تحت منه عدد عشري. انا كتبته 8.400، باش غنحط الفاصله من تحت الفاصله، الوحدات من تحت الوحدات، العشرات من تحت العشرات، اجزاء الاعشار من تحت الاعشار، واجزاء المئه من تحت اجزاء المئه. 0 زائد 6 6، 0 زائد 2 2، 8 زائد 5 13، اكتبوا 3 واحتفظوا بالواحد، 4 زائد 1 4، 5، والواحد 6. انا الفاصله من تحت الفاصله. غادي تصوبوا ان شاء الله تمارين رقم 1 و2، يعني غتوضعوا العمليات هنايا، غتعاودوا توضعوهم، اما تصوبوهم هنا واما في الدفتر ديال المنزل، وتصوبوا التمرين رقم 2.